نتحدث في هذه الليلة حول فئتين نخبويتين في المجتمع لهما دور كبير، وهي نخبة المثقفين ونخبة رجال الدين، والعلاقة بينهما، فإن العلاقة بين المثقف ورجل الدين إما أن تسير في مسار التكامل والانسجام والرقي فيندفع العمل والثقافة الإسلامية اندفاعا راقيا، وإما أن يشوب العلاقة نوعا من التوتر. فدعونا أولا نتعرف على المثقف الديني الإسلامي ورجل الدين، ثم نتعرف على أسباب التوتر في العلاقة بينهما، ثم في النقطة الثالثة نتعرض إلى الأسباب التي يمكن من خلالها صناعة التأقلم والالتئام والتكامل بين هاتين الفئتين. أولا، ماذا يراد بالمثقف الديني؟ نقول أن هناك أدوات معرفية يمكن للإنسان أن يأخذ منها وأن ينهل منها، سواء المثقف أو رجل الدين، وهذا ما يعرف بطرق المعرفة. فأول طريق للمعرفة هي الحواس، تجهل ما تدري شنو صاير برا الماتم، تطلع بنفسك تطالع تشوف، فالنظر يعطيك علما ورفعا لذلك المجهول. وقس على ذلك فإن الحواس تعطي معارف، معرفة طعام أمامك ما تدري ذوق شنو، تضع على لسانك تكتشف طبيعة ذلك الطعام. فهناك معرفة حسية وهناك معرفة عقلية، والمعرفة العقلية هي التي تتكئ على الاستنتاج وإعمال الفكر والتفكير من خلال ملازمات عقلية أو أقيسة أو براهين أو نحو ذلك. فمثلا على سبيل المثال، أنت جالس في مكان مظلم، ما تدري الشمس طلعت ما طلعت ما تدري، ولكن أول ما أدخلت قيل لك بأنك أدخلت في الساعة مثلا 12 من أفقت اليوم. أنا كم صاير لي الآن في هذا المكان؟ قال لك صار الحين 7 ساعات. تعمل نوع من الملازمة، قول 7 ويك تجمع، ها، ما دام الشمس تشرق مثلا في 5 وشيء فأنا حتما الآن قد أشرقت الشمس. وقس على ذلك، هذه أمور تحصل من خلال الاستنتاجات، سواء استنتاجات بسيطة أو استنتاجات عقلية معقدة. هذه معارف عقلية. هناك نوع ثالث من المعارف، معارف تجريبية، بمعنى أن الإنسان مثلا ما يعرف هذه العشبة تفيده ما تفيده، وش يلجأ يا جماعة؟ يلجأ إلى شنو؟ تجربتها، يوصل إلى نتيجة، هذه النتيجة والله إيجابية أو سلبية. هذه المعرفة السلبية أو الإيجابية بأن هذا الشيء يفيدك أو ما يفيدك، من وين؟ من التجربة. وقس على ذلك، مختبرات بس شغلتها شنو؟ تجرب الأدوية وكذا. هناك معرفة نقلية، يجينا واحد من برا الماتن يقول والله مثلا سيارة يا جماعة فلان كذا كذا، واحد يحركها، نعرف ان هاي السيارة سد الطريق كذا، معطل الموضوع، هذا نقل، أحداث جرت في التاريخ جاءت بها النقول. ما تدري شنو صاير في 50 60، ما أدركت 70،
يجيك واحد ينقل لك أخبارها. فهنا معارف حصلت بالنقل، صار نقل إليها. هذه المعرفة النقلية. ومن أهم المعارف النقلية المعارف الوحيية، يعني المستقات من الوحي، المستقات من وحي السماء، وهو القرآن الكريم وسنة المعصوم. إني تارك فيكم الثقلين، كتاب الله وعترتي أهل بيتي. هنا نصل إلى رسم مفهوم واضح عن المثقف وعن رجل الدين الإسلامي، بأن المثقف الديني الإسلامي يعتمد القرآن الكريم ويعتمد السنة من المعصوم أساسا كبيرا في تكوين ماذا؟ عقيدته، وفي نظم سلوكه وفعله. وطبعا ينهل من المناهل الأخرى، العقلية النقلية الأخرى مثلا، التجريبية الحسية وغير ذلك. ولكن أكثر ما يعتمد، يعتمد على شنو؟ يعتمد على القرآن، ويعتمد على سيرة المعصوم. هذا هو المثقف الإسلامي. أما رجل الدين فهو يعتمد على ذلك، غير أن طريقته أعمق. يفترض أن تكون أعمق. وليش أقول يفترض؟ لأن احنا قاعدين نتكلم عن رجل الدين الحقيقي، فإن في بعض الأحيان يكون عالم مو مرتدي الزين، ما نقيس رجال الدين أو نقيس مثلا العلماء بزيهم، فإن بعضا لا يرتدي زيا وهو عالم، وبعضا يرتدي زيا وهو ليس بعالم، والبعض ولله الحمد يرتدي زيا وهو بالحقيقة عالم. فالعالم ورجل الدين يفترض أنه قد بنى نفسه على ثقافة دينية أعمق، متكئا في تثقيف نفسه وبناء عقله ومعرفته على الثقافة المتخصصة المتعمقة المأخوذة من القرآن، والمأخوذة من سيرة المعصوم ونقل الروايات ونحو ذلك. هذا رجل الدين وهذا المثقف الديني. الآن كل منهما يمارس دورا تثقيفيا في المجتمع، وهنا نجد أن الساحة في بعض الأحيان تقود كل واحد منهما إلى نوع من التصادم. ونتكلم بشكل عام، يعني مو مسلط الضوء على أي مشكلة في أي قرية، كلامي بشكل عام تنظيري. فهنا قد تقود الساحة كلاهما إلى نوع من التوتر في العلاقة. ما سبب ذلك؟ هذه النقطة الثانية. ما سبب التوتر في العلاقة بين المثقف وبين رجل الدين؟ أول سبب وهم المزاحمة. شلون يعني وهم المزاحمة؟ هناك وهم عند كل واحد، سواء رجل الدين أو المثقف، أن كل واحد أو الآخر يزاحم الأول. فرجل الدين يعتقد أن المثقف يزاحمني في عملي، والمثقف يفكر ويعتقد بأن رجل الدين يزاحمني في عملي. وهم. في بعض الأحيان هذا الوهم ينتقل إلى الواقع ويكون حقيقة مو مجرد وهم، وذلك إذا تزاحم كل واحد على وظيفة الآخر. يعني رجل الدين صار يزاحم المثقف على وظيفته، والمثقف صار يزاحم رجل الدين على وظائفه، يصير في تزاحم عملي واقعي بين كل واحد منهما. وهنا ننتقل إلى مشكلة أخرى تقود كل طرف إلى مزيد من التوتر، وهو صدور النقد اللاذع من كل طرف لعمل الآخر. يعني
رجل الدين يصدر في بعض الأحيان نقدا لعمل المثقفين، والمثقفون يصدرون نقدا نادعا لرجال الدين، فهذا يفاقم من أزمة التوتر في العلاقة بين الفئتين، يصير في أزمة، هذا ينقد بشكل لاذع وذاك ينقد بشكل لاذع، ونقول لاذع، المشكلة في اللاذع مو المشكلة في الناقد، النقد مطلوب، إذا كان النقد يقود إلى حركة تصحيحية ترقيعية للأخطاء، يقود إلى مزيد من تطوير العمل، وإنما نتحدث عن نقدين لاذعين بحيث يبعث على الإحباط، يبعث على حالة من التثبيت، هذا النقد اللاذع المذموم حتى لو كان في محله، حتى لو كان في موضعه، لكن إذا كان يثبط من العزائم يشكل مشكلة عند العاملين باعتبار أنه يكاسلهم ويعطيهم نوع من الصدمة للواقع وللعمل، بدلا من تقول له شكرا دوما تقدم ليش ما كذا وليش ما كذا وليش ما كذا. الإنسان المنصف لابد أن يشكر، كما يوجه الناقد لابد أن يوجه التحفيز إلى العزائم العاملة جزاهم الله خيرا. زين، فهنا النقد يقود إلى مزيد من التوتر في العلاقة، لتنتقل الأزمة إلى حالة من الشدة بين الطرفين وهي عدم التواصل بين الطرفين، لا المثقف يتواصل ويا رجال الدين ولا رجال الدين يتواصلون يمن يتواصلون يا المثقفين، وهنا تزداد الأزمة أزمة إضافية، لأن الأزمة تدخل حينئذ في حالة من القطيعة بين الطرفين، هذين لهم منتدياتهم تجمعاتهم وهؤلاء لهم تجمعاتهم، وهذه مشكلة مريرة، بحيث تجد أن المجتمع بدلا من أن يتحرك نحو الثقافة والمعرفة يتحرك نحو مزيد من تأزم العلاقة ووجود نوع من الشحناء بين أفراد المجتمع. إذن نحن ندعو إلى علاقة التكامل والانسجام بين نخب المجتمع العاملة المثقفة ورجال الدين. كيف نصل بهذه العلاقة إلى هذا المستوى؟ طبعا لما نتكلم ما نتكلم بس عن الرجال، حتى النساء موجودة هذه المشكلة، موجودة هذه المشكلة. كيف نصل بالعلاقة إلى أرقى مستوياتها؟ أولا نحتاج إلى أساس فكري. شنو هذا الأساس الفكري؟ يعني قاعدة فكرية، قاعدة فكرية يبتني عليها العمل والنشاط التوعوي في المجتمع. القاعدة الفكرية هي عبارة عن الآيات القرآنية والتوجيهات النبوية التي جاءت على لسان النبي الأكرم محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد. فهناك كم من الآيات تدعو إلى مفاهيم تشكل قاعدة فكرية تؤسس إلى علاقة التكامل بين المؤمنين، كمثل قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم: المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. هنا تأسيس لمفهوم، شنو هذا المفهوم؟ مفهوم التولي لبعضنا البعض، بمعنى أن الآخر مهما اختلف معي ما دام مؤمن ما دام مسلم فإني أرتبط معه ارتباط الولاء والتولي، يعني مهما ابتعد فهو قريب، مهما اختلف معي فهو قريب، لابد أن يكون قريبا لفؤادك وقلبك، يعني مو تقلب
المحبة إلى ضغينة، مو يصير الاختلاف سببا لإفساد الود، بل لا بد أن نقي الود. لذلك القرآن يقول إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. يعني شنو؟ يعني القرآن الله يقول ترى المؤمنين لازم يكونوا أخوة، إذا وجدتون في اختلاف لازم يصير في إصلاح، لابد يكون في التقاء ما بين الأطراف لكي يكون هناك صلاح للنفوس. لذلك تجد من أعظم الأعمال عند الله عز وجل تقديرا وقيمة هو إصلاح ذات البين. فلذا نحتاج أن نؤسس هذه المفاهيم في عقولنا، ومو بس عقولنا، احنا لازم هذه الثقافة ننقلها إلى الأجيال، فإن هؤلاء الصغار اليوم صغار وغدا كبار قوم، يعني بكرة هم يصيرون الكبار. فلذلك لابد هذه الثقافة تتناقل وتورث بشكل أكيد وصحيح. ولذلك المولى يدعو أيضا واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. هذه المفاهيم أيها الأحبة إن اقتنع الإنسان بها وإذا بنى عقله على أساسها تجد التصرفات، تجد العمل والحركة تسير في هذا الاتجاه. ولذلك نقول بعد هذه القاعدة الفكرية نحتاج إلى قواعد عملية. شنو القواعد العملية في التقرير بين النخب؟ نخبة رجال الدين ونخبة المثقفين هو الالتقاء، تواصل، لازم يصير فيه تواصل بين الطرفين، والاستماع، تواصل مو بس قاعدة هذا الشيء جيد، مجلس وياك أمرك المجلس، لازم يكون عندي سعة صدر في الاستماع إلى الآخر، مو بس رجل الدين، حتى المثقف بعد لازم يصير عنده سعة صدر في الاستماع إلى رجل الدين. فلا بد أن نتبادل سعة الصدر بين بعضنا بعضا ونتواصل على هذا الأساس لنؤسس أسلوبا حواريا راقيا يقرب ويؤلف القلوب بعضها بعضا. ثم لا بد أن نؤمن بتنوع الأدوار وأن لكل شخص مساحة ووظيفة يقوم بها في المجتمع. هذا موضوع مهم. شلون يعني؟ يعني المشكلة الأساسية عندنا أننا ننظر إلى العمل بشكل شمولي دوما، يعني من نجي نشتغل دوما نبي ناخذ كل المساحات، دوما نبي نصير كل شيء. شلون يعني؟ يعني مثلا على سبيل المثال يعمل كقيم مسجد، بيصير قيم، مؤذن مثلا، منظم للمحاضرة مثلا، انزين شوية يمكن يرتقي يصير بعد إمام جماعة مثلا، ينبي كذا ينبي كذا، يعني نظرة شمولية في العمل بحيث يريد أن يستولي على كل الوظائف في المجتمع. وهذا أسلوب خاطئ، ما هو صحيح، أسلوب خاطئ غير صحيح. يعني لابد أن نؤمن بأن هناك تبادل في الأدوار وهناك تنوع في الوظائف. أنا وظيفتي كرجل دين أصلي بالناس، أحاضر وأخطب كذا، بس مو ضروري أكون مثلا في المؤسسة الكذائية. مؤسسة الكذائية في رجالات مؤمنة تقودها مثلا، وربما أكون فيها وربما لا أكون. أما أن لازم أنا كرجل دين أصير رئيس كذا ورئيس كذا ورئيس اللجنة الفلانية ورئيس المنظمة الفلانية ورئيس مثلا الهيئة الكذائية ورئيس كذا، وبعدين من نجي للعمل صفر. هذا مو عمل مؤسساتي، هذا عمل دكتاتوري. العمل المؤسساتي أن توزع الأدوار، مو بس كذي على الورق، مو بعضنا كذي يجي يوزع على الأوراق، هذا رئيس وهذا نائب وهذا مثلا رئيس خدمات وهذا مثلا رئيس كذا خطباء وهذا كذا وهذا كذا، وبعدين في الواقع الرئيس هو رئيس كل شيء. يعني إن جاءوا للخطباء هو اللي يقوم بالدور، إن جاءوا للخدمات تشوفه في الخدمات، إن جاءوا لكذا تشوفه في كذا، إن جاءوا لكذا. هذا مو أنت تقول لا عندنا مؤسسة، إحنا هذا ما عندك مؤسسة، هذا عمل فردي، هذا عمل لم يخرج عن نطاق العمل
الفردي، العمل المؤسساتي يعتمد على نقطة أساسية، أن تعطي الآخر دوره وأن تثق في الآخر. لازم يصير عندك ثقة. المشكلة في الدكتاتوري بأن الثقة بالآخر منزوعة. يعني شنو؟ يعني يعطي المهمة لكن ما يرتاح قلبه، ما يرتاح قلبه إلى درجة نذكر هذا. إنزين، بعض رجال الدين يوزع المسؤوليات، أو بعض حتى المثقفين يوزعون المسؤوليات، بعدين هو يجيب المحاضر، زين تمام، هو يقدم للمحاضر بعد تمام، هو اللي يجيب العصير، ها هو بعد يجيب العصير. ليش؟ ما عندك ناس، عندي يمكن 15 شخص لكن ما يثق حتى على هذا المستوى. أي نوع بتجيبون؟ أي كذا أي كذا أي كذا، مو هالكثر. يعني تروح في التفاصيل، الرئيس إذا مضى في التفاصيل أفسد العمل. أنت عطيت واحد مهمة، خلي التفاصيل لي أنت، اللي يهمك العمل ماشي، لو لا ماشي بعد التفاصيل هاي في الاجتماعات تقول ما ننبي هذا وننبي هذا، أو سجلوا ملاحظة على كذا وكذا. فلذلك لابد أن تؤمن بتنوع الأدوار وأن تؤمن بالتعددية. يعني شنو التعددية؟ يعني في واقع العمل لابد أن أفسح المجال للآخر أن يطبق رأيه، أعطي الآخر مساحة في تطبيق الرأي. يعني إذا أنا رجل دين شي جيد، خب عندي رأي جيد هذا، لكن مثقف مسلم دين متدين وعنده رأيه الآخر، يعني هذا الرأي الآخر الاختلاف الآن في أي جهة؟ الاختلاف في الوسيلة، في بعض الأحيان اختلاف في الوسيلة، نقيم الدنيا ولا نجلسها، لما خلي وسيلة، والله خلي وسيلة. يعني شنو؟ يعني كلنا بنروح مثلا سترة، لكن واحد يقول نروح على طريق مثلا المدينة مدينة عيسى، واحد يقول نروح عن طريق شنو الجسر. الحين أنا من متعصب إلى رأيي إلا نروح عن طريق الجسر لأنه أقرب، زين ذاك يقول شنو نروح عن طريق المدينة لأنه أفرغ مثلا، كل واحد له وجهة نظر. وش المشكلة إذا عطيت الآخر فرصة وقلت له يلا خلنا نروح عن طريق وين؟ المدينة. وش المشكلة؟ ما دام في النتيجة، في النتيجة كلا الوسيلتين راح توصل كلا وينه؟ توصل كلا سترة. ليش هذا الإصرار على التفاصيل المتعلقة بالوسائل؟ مع وحدة الهدف، مع وحدة الهدف الذي يكمن في الإصلاح والتوجيه وإرشاد الناس وهديهم والحفاظ على الدين والحفاظ على الهدى الذي جاء به أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. ولذلك كل هذه الوسائل تؤسس إلى حالة من التكامل بين النخب، بين نخبة رجال الدين وبين نخبة المثقفين. لازم أعطي مساحة إلى رجل الدين، ولازم أؤمن بالتبادل. يعني شنو التبادل؟ يعني أنا الحين ماسك كل شيء، رجل دين في المنطقة في ديرتي وسنين وكذا، وجاء واحد صغير ودرس وكبر وصار الحمد لله عالم جيد، وأعطيه مساحة من العمل، قل تفضل خذ الليلة الكذائية، خذ مثلا صلى هذه الصلاة، ألقي بالناس المحاضرة الفلانية كذا. ونفس الشيء المثقف، إذا المثقف في فترة من الفترات ما كانت القرية فيها رجل دين، بكرة والله هذا الصغير اللي انت كنت أمس مدرسنا صار عالم ولله الحمد، لازم تفخر بوجود هؤلاء العلماء في قرية، أعطيه مساحة للعمل. لازم تعطيه مساحة إلى العمل، تتنازل عن مساحة من مساحات عملك إليه لكي يمارس نشاطه. عند ذلك نتكامل في علاقتنا مع بعضنا البعض، ويسير المجتمع نحو الرقي والتكامل. أما إذا تعززت عندنا أسس الفرقة وأسس التوتر في العلاقات، فإن ما يسود المجتمع تشرذم وتباطؤ في العمل الثقافي والتثقيف والتوجيه في المجتمع.